وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله أن قوات الجيش شنت حملة تمشيط واسعة في أكبر أحياء العاصمة. كذب نبيل عبد الله حصول انهيار أمني في إقليم دارفور. الموقف العملياتي في جميع أنحاء البلاد مستقرة تماما، أدى بعض التحركات التي والتحشدات التي نرصدها لمجموعات من الميليشيا المتمردة في بعض المناطق في دارفور في محاولة منهم لتوسيع دائرة الحرب في هذه المنطقة، وبإذن الله هذه التحركات مرصودة وسيتم التعامل معها بما يلزم. بالنسبة لمنطقة